السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لإخوان أخوات، نتمنى نلقاكم بخير وعلى خير. بالنسبة اللي عنده بطاقة مهنية دارها شحال هادي، يا صباغي يا نجار يا حداد، بغاها الفيزا او لا بغاها لشي حاجة، ولكن ما سخرش ليه الله سبحانه وتعالى. ودابا ملي تدارت هاد الحماية الاجتماعية صافتو لي فلاسينيسيس بأنه غادي يبقى يخلص واحد 140 درهم في الشهر، وهو ما عندوش باش يخلصها، فما عليه إلا أنه يمشي يدير واحد الإشهاد ويكاليزيه ويمشي عند المقدم ديال الحومة ديالو ويدير واحد الشهادة يداري أنه فعلا ما كيزولش هاد المهنة هادي، ويديها للمقاطعة ولا القيادة ويدير واحد الشهادة إدارية ديال القايد، ثم من بعد غادي يديها الغرفة المهنية ديال الصناعة التقليدية، وغادي يحطها تما إن شاء الله هي والإشهاد، وإن شاء الله غادي يضربوا عليه من هاد الحرفيين وغادي يتعفى من أداء هاد المبالغ. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.